مع استمرار تعطل لغة الحوار يتسع للغة الرصاص والقذائف. هذا هو حال اليمن في ثالث أيام الاشتباكات الضارية بين القوات الموالية لصالح وأنصار الشيخ صادق الأحمر التي أعادت صنعاء إلى مشاهد الحرب الأهلية التي جرت عام 94 من القرن الماضي وسط تحذيرات قوية من تكرارها في صيغة جديدة غير اقتتال الشمال والجنوب. الأحمر حمل الرئيس اليمني مسؤولية ما وصفه بتفجير الوضع في حي الحصبة حيث يقع منزله الذي تعرض لقصف من قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي الموالية لصالح. وقال مسؤول في مكتب الأحمر إن صالح يترجم تهديداته بإدخال اليمن في حرب أهلية إلى أفعال، مؤكدا أن قبائل اليمن ستنضم إلى مناهض الرئيس. وقال تحالف أحزاب المعارضة اليمنية إن هجوم قوات صالح على منزل الأحمر أحد أعراض الهستيريا التي أصاب صالح والمحيطين به والإصرار على الزج بالبلاد في حرب يرفضها الثوار ومناصروهم، حيث يؤكدون على سلمية احتجاجاتهم المندلعة منذ شهر يناير الماضي. وكان عشرات القتلى والجرحى قد سقطوا في اشتباكات اليومين الماضيين حيث دارت معارك بالأسلحة الثقيلة والرشاشات بين الجانبين. وقد تعرض رئيس المخابرات اليمني اللواء غالب القمش وعدد من شيوخ القبائل الذين كانوا يقومون بوساطة بين صالح والأحمر لإصابات خطيرة خلال وجودهم أمس في منزل الأحمر. على الجانب الآخر، اتهمت وكالة أنباء سبأ الرسمية المسلحين القبليين الموالين للأحمر بتدمير ثلاثة طوابق من مبناها. وقالت الوكالة إن هؤلاء المسلحين استخدموا قذائف الار بي جي وصواريخ لاو في هجومهم على المبنى. وحملت وزارة الداخلية اليمنية أولاد الأحمر في إشارة إلى الشيخ صادق وإخوته مسؤولية المواجهات المسلحة في صنعاء، وقالت في بيان إن مسلحين تابعين لهم هاجموا أمس مدرسة الرماح وقسم شرطة الحصبة ومعهد الإرشاد والتوجيه ومباني وزارات الداخلية والصناعة والسياحة والثقافة والخطوط الجوية اليمنية. وأشارت الوزارة إلى مصرع 14 جنديا وعشرة مدنيين في اشتباكات الأمس، واتهمت الوزارة رجال الأحمر بتنفيذ ما وصفته بمحاولة انقلاب ضد صالح. أما صالح فقد سعى لنفي اتهام المعارضة له باللعب بورقة التهديد بالحرب الأهلية، وصوب الاتهام ذاته تجاه خصومه بقوله إنه لن يخضع لاستدراج من جانب آل الأحمر للدخول في مثل هذه الحرب. وزاد صالح على ذلك بالإعراب عن أمله في أن لا تصبح بلاده دولة فاشلة أو ملاذا آمنا لتنظيم القاعدة، مضيفا أن الشعب اليمني يريد انتقالا سلميا للسلطة. لكن صالح لم يذكر شيئا عن موعد تخليه عن هذه السلطة استجابة لمطالب الثوار والمعارضة. ويبدو أن اليمن مرشح لمزيد من العنف في ظل غياب أفق يضيء المشهد السياسي بعد تعثر المبادرة الخليجية.